جديد وانت الاهم. النهارده هنطلع لايف زي ما طلبتوا محل العبايات اللي بسعر المصنع، عنده كوليكشن كبير جدا 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 وحاجات ما شاء الله جميله والكواليتي بتاعها حلو. انا عايزه احاول اصور لكم الشارع عشان تعرفوا انتوا هتقدروا تيجوا ازاي. اخر الشارع ده بالظبط في محل بتاع طرابيش عشان تعرفوا، هيقول لكم العنوان كمان بالتفصيل عشان تقدروا توصلوا للمحل. هتخشوا من الشارع ده كده بالظبط، هتمشوا كده 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 لحد ما تلاقوا محل اسمه البوب. اهو ده ارقام تليفوناته، عنده عبايات خليجي وسوري وكل العبايات واشكال جميله جدا جدا جدا. والنهارده استاذ مؤمن هيعمل لكم عرض ما حصلش لمده اسبوع بس، انتظروا لنا عليه عرض الاسبوع بس من دلوقتي الفيديو لحد اسبوع كامل. لحد امتى؟ يوم لحد يوم السبت هنقول لكم على العروض بتاعه صفحه انت الاهم. عرض 2024 لازمه راس السنه. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير. ده عرض السنه الجديده ان شاء الله، اعمل لكم عرض ما حصلش اسبوع كامل بس لمتابعين صفحه انت الاهم. بعد الاسبوع ده يا جماعه هيرجع للاسعار العاديه. احنا عاملين العرض ده عشان خاطر المتابعين بتاع انت الاهم كلهم، احنا عاملين العرض ده عشان هم، ويا ريت اي حد هيخش الصفحه جديد برضه ليه عرض تاني. لو ما لحقش العرض بتاع الاسبوع ده هنعمل له برضه عرض بقى لوحده بامر الله، ده ليه هو لوحده. الحقوا الاسبوع ده ان شاء الله لصفحه انت الاهم، هنقول لكم على العرض في اخر الفيديو ان شاء الله. تعالوا بقى استاذ مؤمن هيقول لكم كل العبايات والحاجات الجميله اللي انتم سالتونا عليها المره اللي فاتت. حبينا نطلع لكم لايف من المحل عشان تشوفوا الكوليكشن الكبير اللي عنده بالحاجات اللي انتم سالتونا عليها بكل الاسعار والمقاسات اللي انتم نفسكم فيها. بص يا باشا، ده جاب لسه نازل جديد. ماشي، ده زي ما انت شايفه كده على الطريقه، مشرون زي كده حلو في ستراس. تمام، زي ما انت شايفه كده اللي في النص ده بيتلبس تحت منه بادي، بنطلون، تلبيسه، شكله جميل قوي قوي قوي. ده حكايه في اللبس كمان، وزي ما انتم شايفين كده على الطبيعه وصور لكم الحاجة على الطبيعة. بصوا على الطبيعة شكله عامل ازاي، ده كده من قريب شكله حلو قوي وشيك قوي. ده في ستراس هنا اسود، ده تتعين في الستراس، وده تشوفون زي ما انتوا شايفينه ده لسه نازل جديد. ده لسه نازل ماشي. العرض برضه زي كده، الحاجة دي قسما بالله 24 لسه نازل يوم السبت بالليل. اشكال زي كده تمام. ادي ده شكل، تمام، ده شكل تاني حلو قوي. تمام، دي خامتها ايه؟ دي خامه لسه نازله جديده مشجره. تمام، وادي حاجه زي كده، ده كل الايه، الحاجات دي كلها استيلات لسه نازله جديده. تمام، شكلها جميل قوي قوي قوي. وبرده هوريكي برده حاجات تاني، كل الحاجات كمان كوليكشن كبير جدا جدا جدا. هيسألكوا هنعرف دلوقتي كل الكوليكشن الموجود، وهتلاقوا كمان العبايات اللطيفة اللي انتوا بتسألوا عليها موجودة عنده بالستراس والسادة اللي عجبتكم. دي اللي كانت على الموديل اللي احنا نزلناها قبل كده. دي الحاجات القطيفة اللي فيها ستراس، وفي حاجات قطيفة كمان هتلاقوها فيها حاجات بسيطة. قوي دي حاجات القطيفة هتلاقوها شيك جدا جدا جدا. وعبايات كتير كتير بأشكال حلوة وأشكال مختلفة، الستراس والعادي. يا حبه باشا جميله قوي 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 قوي. اديني واحد ساده خالص. الله يحفظك. بصوا كمان الستراس الذهبي ده، في مدي على ذهبي، وفي الستراس على اسود،
اللي حابب الاستراس الاسود. دي بقى حاجات بقى ملاحف استراس مستورده. دي الملحفه، شكل الملحفه. ملاحف بقى استراس. في منه ثلاث الوان، اسود فضي دهبي. ده الاستراس الاسود بتاعه. دي حاجات مستورده فضل الله، خامه عاليه، استراس شغل كله مكبس. الحاجات اللي بيشوف الحاجه دي بامر الله. الحاجات دي احنا عندنا عليها برضو عرض لمده اسبوع. الحاجات دي بالذات، الحاجات دي بتتباع قسما بالله ب 1300 جنيه و1200 جنيه. طبعا شكلها شيك جدا والاستراس باين عليه وشكله شيك جدا. شايفين اهي الحاجات دي، وادي ستايل تاني اهي. تمام، انا عامل عليها عرض الانتي اهم. بس الحاجات دي القناه بتاعتنا احنا برضو والمشتركين اللي فيها، الحاجه دي معموله عليها عرض لاخر الاسبوع ب 950 جنيه. تحفة، 950 جنيه بس يا جماعة. الاستراس ده اللي الناس اللي سألتنا بكام، ب 950، عشان انتوا كنتوا حابين تعرفوا الأسعار. ده عرض الأسبوع، هترجع بعد الأسبوع، هترجع بكام بعد الأسبوع؟ سعرها بقى اللي هي 1200 بقى، 1200 أو على حسب ما هتيجي، بس هي العرض الأسبوع بس 950 جنيه. ده اللي فيه الاستراس السيلفر، شكلها جميل قوي قوي قوي، حلو قوي. بصوا كل اللي حابه يبقى فيها استراس، ده الاستراس على سيلفر. دي بقى اشكال بقى، فاهمه؟ بص ورينا بقى شكلها. ايوه بطول. ده عرض لمده اسبوع بس. الفيديو اهو يا جماعه، احنا طالعين لايف لمده اسبوع بس، من بعد الاسبوع هيرجع سعرها تاني. شيك قوي. دي على الكم والظهر. حلو قوي. برضه لو انت وراكي مناسبه، وراكي حاجه جميله، وراكي مشوار، وراكي خروجه، الحاجات دي تحف قوي 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 لو انت طبعا مناسبه كمان. بصوا الاستراس شيك وشغل كبس، مش شغل كده لازق ماكو. يعني ده. الحاجات الاستراس دي مش هتقع. لا يا باشا، ده شغل كبس. الشغل ده بقى شغلنا احنا بقى، شغل كبس. ده شركه مستورده. ده يا جماعه هم بسعر، هم عشان عندهم مصنع، فده سعر المصنع. هتلاقوه في وسط البلد في اي محل بالضعف الاثنين يا باشا. انت بالذات الخامه والكواليتي دوت، يعني الخامه بتاعتنا دي بالذات قسما بالله ما حد بيشتغل فيها، عشان الخامه دي دلوقتي اصلا غليت، فمفيش حد بيشتغل فيها غيرنا احنا. بصوا الاستراس، خامه نضيفه باستراس كابس. وريها لهم من كده على الدواخل كده. بصوا في ظهرها، ده شغل كابس. عايزك تبص تخش كده على التفاصيل زي ما انت شايفه. اللي خايفه ان الاستراس يقع او اي حاجه، بص هو بيوريها لكم، هو مش هتقع مهما حصل. وبصي برده، حتى لو انت ما اشتريتيش العبايه مني انا، لو بتشتريها من اي حد تاني، عشان تحافظي على الخامه، وعشان تحافظي على الاستراس، عشان تحافظي على الحاجه دي، ابعدي عن الغساله. بلاش غسيل في غساله. صح، اغسلي بالبرسيل البلاك. احنا كمان عملنا لكم فيديو ازاي تحافظوا على العبايه السوداء، هتشوفوه. واحنا هنعمل لكم منشن عليه في الكومنت عشان تتفرجوا عليه، ازاي تحافظي على لون العبايه السوداء بالذات. ده الكاب اللي انا صورناه. بصوا بقى على الموديل نفسها. بصوا شكله في اللبس شيك ازاي. هم كانوا حابين ان احنا نطلع لايف عندك في المحل عشان نوريهم المحل، وانا وريتكم المحل ازاي تقدروا تدخلوا المحل. وفي بداية الفيديو هتلاقوا رقم التليفون والمحل، تقدروا توصلوا له ازاي. يلا انا عايزة حاجات برضو الاستقبال بتاعت رمضان ان شاء الله. الحاجات دي برضو سألونا عليها كتير جدا. دي حاجات اللي انتوا سألتوا عليها، هجيبها لكم بكل الالوان اللي انتوا عايزينها، كل الالوان والاشكال اللي انتوا عايزينها هنصورها لكم ونعرفكم الاسعار. يا ريت يا جماعه اي حد حابب ان احنا نروح لاي مكان تاني او اي حاجه عايزين تتفرجوا عليها، يا ريت تكتبوا لنا في الكومنت. برضو خش مع الاستاذ ايهاب، هيكلمك برضو شويه حاجات الاستقبال جميله. اتفضل يا استاذ ايهاب، ورينا بقى حاجات الاستقبال كانوا بيسالونا عليها. دي احنا صورناها في الحاجات اللي هي بقى عشان رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. بص كده بقى، في حاجه كده ما شاء الله، دي عباره عن ملحفه خليجي. شغل كله تطريز حلو قوي. ده شغل الظهر كده، ودي من قدام، شغل كله تطريز. بصي من جوه جميل حاجه. بصي في العبايه نفسها، ولا حاجه هتطلع، ولا حاجه هتعمل العبايه، حاجه هتعيش العبايه طول عمرها في الشغل فيه. بص عامله ازاي، حاجه ما شاء الله. لو حد حابب يطلع عمره صح، يحب ان شاء الله، برضو دي برضو متاحه للكلام ده. حلو قوي. في شغل ثاني زي كده، دي بقى بكل الوانها. ده الابيض شغل سير مع الكم.
حلو قوي بالطرحه بتاعتها. بالطرحه بتاعت الطرحه فيها نفس الشغل بتاع العبايه. برضو هوريكي حاجه تانية جميله قوي، ده الاستراس اهو. اه كافيه على اوف واين، ده معمول اورليه، الاورليه مطعم استراس. تمام، وفيها في نفس الحكايه هنا بتتفتح كبسوله عشان الكم. كبسوله اه بص كده ايه، عشان الكم يبقى واسع، عايزه تتوضي او اي حاجه بتفتحيها كده. وبترجعي تاني تقفليها عشان برضو عشان تكون ملموم، عشان تبقى سهله في الوضوء. في منها الوان تانية زي كده، ده لون الكشمير. اه دي بقى اللي عايزين يلبسوا بقى في الاستقبال. ايوه شكلها كده. جميل قوي قوي قوي، وبالطرحه بتاعتها نفس اللون هنا الابيض في الكشمير برضو. حلو قوي قوي قوي، ده لون، وفي لون البيج بتاعها تحفه. بص كده ده درجتين اهو، وفي الدرجه الثالثه. بص البيج كمان، البيج جميله جدا، الوانها كلها تحفه. اه شكلها جميل قوي قوي قوي. بص الكم عامله زي الشغل لوحده بينطى لوحده. اه حلو قوي قوي. تمام، في كمان البون الغامق بتاعها، بص عامله ازاي تحفه. ده اللون الكافيه، ده الكافيه. عايزين نعرف الاسعار بقى بتاعت حدود قد ايه. بص هو اللي هنا سعر جمله، يعني دي مثلا بتتباع، ممكن لو شفتيها بره في اي مكان بتتباع ب 1000 جنيه. صح. عندنا احنا هنا خصم 20%، هتلاقي ب 800 جنيه مش هتلاقي السعر ده عند حد تاني. ده بسعر هنا يا جماعه، عشان هما هي سعر الجمله هنا. ده البراند بتاعها بقى، ما مش هتلاقيها بره عند حد. هي خامتها ايه؟ ده اسمه حرير مكسر او حرير مغسول. اه. ده حلو جدا، عشان اصلا هو مش بيتكسر في اللبس. لا وحاجه جديده، هتغسله وتلبسه على طول. مش هتكوي ولا اي حاجه. لا ولا هيبقى سهل جدا في اللبس جدا، وخامه جميله وطريه تمشي صيف وشتاء. اه بصراحه خامتها ما شاء الله جميله جدا، اكنك مش لابسه حاجه. بصوا اهو لو الكاميرا موضحه ان هو ده اسمه الحرير مغسول، حرير مغسول او حرير مكسر. اه هو ده حقيقي، باين ان انت ممكن تغسليه على طول وتروحي لابساه، مش محتاج مكوى. حلو قوي قوي. في حاجه ثانيه برضه، وفي مقاسات عشان هما بيسالوا على المقاسات. هو ده فري سايز، ده فري سايز. اه تمام. في حاجه ثانيه زي كده، دي حاجة معمولة اورليه كلها. حلوة قوي، بنهايتها استك. تحفة. بصوا الايد بتاعتها. عشان يتخيلوا بس الشكل بتاعها. بالظبط كده، دي الكم ملمومة. دي حاجة جميلة جدا وسادة وسيمبل. حلوة قوي قوي قوي، بصوا ده الكم بتاعها. بالظبط. اهو. ونفس الحكاية، الخامة بتاعتها نفس الحكاية. الحرير المغسول برضه. الحرير المغسول، هي الكاميرا موضحة. الخامة لسه جديدة، لسه طالعة جديدة. بصراحة جميلة جدا جدا. بتاعتها كده. وفي نفس الوقت مش شفافة. وخلي بالك في حزام من جوه. داخلي. عشان اللي عايز حلوه قوي الفكره دي، ده حزام داخلي كمان، اللي هي عايزه تلبسها بشكل الملحفه واسع هتلبسها. لو عايزه تقسمها، عايزه تقسمها شويه، في حزام داخلي بيضيق الوسط. المقاس اللي انت عاوزاه. حلو قوي، يعني عايزه تلبسيها واسع هتبقى حلوه جدا، عايزه تضيقيها شويه هتعملي بالحزام الداخلي بشكلها، بس شكلها جميل جدا، والخامه كمان بتاعتها حلوه قوي. بص دي بقى، دي تحفه. ده عباره عن بيزك من جوه. حلو. كم بقى ولا كات؟ تطريز. لا ده كات. كات وليها حزام. حزام من جوه. حلو قوي، ماشي حلو. استنى معلش بس اوريهم الشكل التطريز. ماشي ده الاستراس اللي فيها. حلو قوي. دي خامة الاستراس في النص. اه. على البيزك وكمان على الكم. والكم العبايه نفسها. حلو قوي. دي تطريز يدوي، شغل تحفه. صراحة جميلة جدا، ونفس حكاية الايه برضو الحرير المغسول، اللي هي دي خامة جديدة اسمها سي واي. سي واي، سي واي غير الحرير المغسول، دي حاجة جامدة. العباية كلها خامة واحدة، دي ميزة العباية دي، يعني البيزك والخارجي برضو نفس يعني هي مجرد هيغسلوها وخلاص، مش محتاجة مكوى ولا أي حاجة. حلوة قوي. سعرها برضو كام يا أستاذ إيهاب؟ دي بتنزل ب 1100 جنيه، عليها خصم 20% اي حد يجي من متابعين صفحه انت الاهم، خصم 20% لمده اسبوع بس ان شاء الله، خصم 20%. الحقوا العرض لمده اسبوع. بنحاول، هم ما شاء الله عندهم كوليكشن كبير جدا، بس احنا على قد ما بنقدر بنصور لكم جزء من الكوليكشن. بالظبط كده. بص دي بقى، دي حاجه سيمبل خالص وجميله جدا وتناسب جميع الاذواق. بص ده كم استك. جميل قوي، حلو قوي، تحفه. عامل شكل يعني هو استك وفي نفس الوقت عامل شكل، يعني دي بقى فيها دي في مقاسات من ثانيه اوريه لهم بس. تمام، ده شكل استك وفي نفس الوقت دي منها مقاسات، عامل حركه. دي حلو قوي. مقاسات لحد كام؟ الحاجات الثانيه حاجات من اكس لارج لغايه 6 اكس لارج.
حلو قوي، من اكس لارج لحد 6 اكس. الناس حلو قوي قوي، عشان الناس اللي بتدور على المقاسات الكبيره ومش بيلاقوها هنا، هنا عندهم لحد 6 اكس لارج. بصوا حتى هنا، بصوا هتلاقوا مكتوب 5 اكس لارج، وكل المقاسات بسعر واحد، مفيش حاجه اسمها مقاس كبير بسعر وصغير بسعر، كله بمقاس وكله عليه الخصم 20%. 20% كله خصم 20%. يا جماعه لازم تقولوا احنا تابع صفحه انت الاهم عشان تاخدوا الخصم 20% لمده اسبوع. بالظبط كده. حلو قوي قوي ما شاء الله. دي فيها بس الحاجه اللي فيها اللي هي الزراير، مديها شكل كده شيك، وفي الكم سيمبل ما فيهاش اي شغل، سيمبل جدا جدا جدا. وفي الاخر الكم الاستك، بحيث ان هو يبقى سهل لو عايزه ترفعيه تتوضي اي حاجه. الحاجات دي بتبقى شكلها شيك قوي كاستقبال، وكمان في رمضان ان شاء الله. في حاجه تانية زي كده ما شاء الله، بص كده حلو قوي قوي قوي، دي تحفه، دي خليجي خليجي بقى. ده الكم ده برضو متخيط من هنا على قد الكم بالظبط اهو. جميل. يعني لو دي على قد الصوره بالظبط اهي، الوسع ده لوحده. ده بقى بص في ميزه حلوه قوي، البيزك اللي تحت بكم ممكن تلبسها لوحدها بالظبط كده، صح كدريس تطريز بالظبط كده، وليها حزام من داخلي من بره اهو، بيتربط برضو بيتكسر، يعني بره. ممكن تلبسيها دريس لوحدها. وحاجه تانية دي تتلبس على طقم، ممكن طقم كاجوال او صح. اي حاجه تلبسي عليها التلبسة. تقدري توفقيها على كذا طقم، حاجه زي الجاردن كده. صح حلو قوي، يعني يعتبر عندك طقمين مش طقم واحد بس. وعايزه تلبسيها مع بعض برضو شكلها شيك جدا وحلو قوي قوي قوي. فيها الوان تانية منها لو عايزه كذا لون. ورينا كده الدرجات بتاعتها. في كحلي وفي رمادي. في كحلي ورمادي وجراي. في زيتي. وده شكل تاني. ده شكل تاني منه تحفه. ده شكل كده فيه بصوا لكم، دي خامه جديده مشجره تطريز منه. خامه ايه بقى نوعها ايه؟ ده حرير مشجر. حرير مشجر مطبوع برضو بالبيزك دي. بيزك دي كات، وبالحزام بتاعها برضو حلوه قوي، بتتكسر على حسب الناس. دي نفس التطريزه وليها ده انا شفت ليها كذا لون على فكره. دي ليها كذا لون صح؟ دي منها فيها كشمير، كشمير وبيج، وفي بيج وفي سيلفر وكحلي. صح تحفه، انا شفت منها كذا حاجه، شكلها جميل جدا وشيك. بصوا من قريب كمان، دي يا جماعه ليها خصم 20%. تحفه في اللبس، حلو قوي قوي. والحزام تقدري كمان تربطيه بحيث ان هو يبقى مجسم من تحت، التلبسه بتبقى من تحت بتبقى صح. حلو قوي شكلها جميل. في كمان اوريك حاجه جامده جدا، بصي الملحفه دي، بص الملحفه دي بقى، دي البونبونيه بتاعت المحل. رقيقه قوي 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 قوي، تحفه تحفه. ايوه كده تمام، خليجي خليجي. طب ورينا بقى الكم، حلو قوي قوي. بصوا الكم ده نهايه الكم، وشكلها شيك جدا وجميل. لا ما شاء الله تحفه بصراحه، رقيقه قوي قوي، يعني سيمبل قوي بصراحه. بصي اي حد بيلبسها اكنه خليجي، اكنه جاي من الكويت من البحرين. انا بحاول بس اصورها لهم عشان الاضاءه. ايوه تحفه، بصوا هي على الطبيعه كمان احلى واحلى. بصوا كده هي مقلمه كده تقليمه خفيفه جدا، هي شياكتها في السامبل كده. دي عباره عن بيهات معموله في العبايه، ما فيهاش اي استراس ولا اي شغل. حلو قوي. ده الاشارب ليها اشارب كمان ولا كمان نفس فيها نفس العبايه نفس الشغل. الاشارب بتاعها برده حلو قوي. بص برده فيها نفس البيه برده. بصوا في بصوا على الطبيعي رقيقه قوي، والماتيريال بتاعها بقى كمان تحفه. دي خامه قطرات هي ما انا حاسه كده ان الماتيريال بتاعها حلو قوي، دي خامتها حرير صح؟ بلاك بلاك اسود اسود. بصراحه سوادها ما شاء الله جميل. دي حرير. هاي بالظبط كده، حرير قطرات. حلو قوي. ودي الطرحه بتاعتها هي نفس فيها نفس الشغل بتاع بس نهايه الطرحه نفس الشكل. هي رقيقه جدا ما فيهاش شغل خالص، فلازم نعمل حاجه من العبايه نحطها في الطرحه. بصراحه هي اصلا شياكتها في الرقه بتاعتها بصراحه. احلى حاجه هنا ان انتوا هتلاقوا جميع الاذواق، يعني حابين يبقى حاجه فيها ستراس موجود، عايزين حاجه سيمبل وبسيطه قوي ورقيقه هتلاقوها برده هنا موجود. في منها الكافيه، بصي بقى عشان تبان اكتر. عشان البيئات اللي فيها تبان اكتر، ده الكافيه بتاعها. ده الكافيه بتاعها، هو ده يا جماعه الاسود اللي احنا لسه مصورينه. ايوه بس ده الكافيه بتاعها، بص ده بالظبط، حلو قوي قوي قوي، رقيق جدا. كل البيئات دي الكافيه بتبقى سوده بقى في الثانيه. صح شكلها جميل قوي. الشغل برضو عليها نفس الطرحه. الطرحه عليها نفس الشغل بتاعها، وريها لهم بالظبط كده. شكلها جميل قوي، الطرحه نفس
بصوا هي متعلقه كمان، بيبقى شكلها بصوا شكلها حلو جدا 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 على الطبيعه. بس الطرحه كده، بصوا الطرحه حلو قوي قوي قوي، سيمبل خالص وتناسب جميع الازواج. عايز حاجه راقيه، حاجه شياكه، حاجه سيمبل، هي دي مناسبه لكل الازواج. انتوا هتعملوا لهم بقى خصم 20%، خصم 20% لاي حد متابع القناه. انت الاهم، انت الاهم، لمده اسبوع خصم 20% يا جماعه. الحقوا العرض، احنا داخلين على رمضان، كل سنه وانتوا طيبين. تلحقوا تجيبوا دلوقتي العبايه واي حاجه نفسكم فيها، وعبايات الاستقبال، الحاجات القطيفه، كل الاشكال بالمقاسات اللي انتوا نفسكم فيها. بص دي برده كمان تحفه، دي حاجه اسمها بليسيه، ملحفه بليسيه. ثانيه واحده، ايوه كده تمام، بليسيه. دي العبايه كلها، دي اسمها مكسره، العبايه مكسره. بصوا من هنا كده ساده، وبعد كده كل ده بليسيه، مكسره ومكسره الدنيا في اللبس، حاجه خيال. بصراحه شكلها جميل. بص كده، بصوا بصوا ما تتفرد كمان، شكلها جميل حاجه جامده جدا، والخامه بتاعتها كمان بص راقيه. كل اللي عايز تلبسها تحس ان هي لابسه حاجه خليجي. بصوا في الحقيقه كمان شكلها شيك جدا جدا جدا، هي مكسره وهي مكسره الدنيا. بص الظهر برضو نفس الكلام، حلو قوي. الاسعار كام كده يا استاذ ايهاب؟ دي عندنا احنا هنا، دي بتتباع بره، اللي هي التقليد بتاعتها بتتباع ب 900 جنيه و800 جنيه. هنا احنا عندنا هنا ب 800 جنيه وعليها برضو خصم 20%. حلو قوي قوي، للمتابعين برضو يبقى 800 جنيه وعليها خصم 20%، وعليها خصم 20% كمان. يلا يا جماعه الحقوا العرض الاسبوع لمده اسبوع بس، عشان لو الاسعار رجعت تاني احنا مالناش علاقه. هي الاسبوع اسبوع بس، لصفحه المتابعين، صفحه انت الاهم، هتيجوا تقولوا احنا جايين تبع صفحه انت الاهم، هتاخدوا خصم 20%. الاسعار هترجع تاني عادي بعد الاسبوع. بالظبط كده. في بقى حاجه تاني بومبونات، بس ما شاء الله عندكم كوليكشن كبير. بص بقى، بص البومبونات دي بقى، دي حاجه للبص للحبايب بس. حلو قوي. بص الجمال، رقيقه قوي. دي عباره عن شيفون، ده في الاخر خالص متخيط في الكم، واخد العبايه من النص كلها بالطول. خامتها مش عايز اقول لك، بص كده تيجي الخامه بتاعتها جامده جدا. حلو قوي. ودي ليها اوبشن حلو قوي، دي ليها حزام من داخلي لو حد حب يكسم. بصوا يكسمها اهو، حزام، ادي حزام هنا وحزام هنا، شايفين الحزام؟ بيكسم من داخلي من جوه. دي راقيه جدا جدا جدا، حلو قوي قوي. الشكل ده موجود في نهايه العبايه هنا، دي الملحفه دي في النهايه اهي، وفي الجزء ده كمان واخده النص بالطول كله. حلو قوي. وليها الطرحه بتاعتها كمان، طرحه نفس، بص نفس الكورنيشه في الطرحه. بص الكورنيشه بتاعتها، نفس الكورنيشه بتاعتها في الطرحه، شكلها لذيذ قوي قوي قوي. جميله جدا في اللبس، جميله جدا جدا جدا، ورقيقه قوي. بصوا الرقه بتاعتها شكلها حلو قوي قوي قوي. نفس التيفونه، نفس اللي في العبايه في الطرحه. لا بصراحه جميله جدا. هو شياكه العبايه السوداء معلومه، يعني عشان انا بشوف في ناس تلبس العبايه السوداء او طرحه ملونه، لا شياكه العبايه بالطرحه بتاعتها. ممكن فيها نفس الحاجه كده، واخده حاجه من العبايه دي منتهى الشياكه. اما تلبس طرحه لون والعبايه لون، دي مش شياكه بصراحه. الخليجي كله بيلبس طرحه بالعبايه. صح. هنا برضو حاجات هنا مش هتلاقيها عند حد. وريهم بقى الحاجات القطيفة كمان، عشان اللي بيسأل على القطيفة. القطيفة عندي بقى كوليكشن قطيفة جامد جدا. وريهم بقى أشكال القطيفة. بص بقى، عندنا القطيفة الأورليه، دي واخدة أورليه متخيط في العباية نفسها. متخيط خياطة. دي أورليه أبيض وفي كافيه. بص كده، دي من قدام في العبايه. حلوه قوي قوي، شبه الاكس، علامه الاكس. من قدام والظهر، ومن الظهر نفس الكلام. شكلها جميل قوي، تحفه في اللبس، وخامه عاليه جدا. وعندنا الطرحه عليها نفس الاورليه برضو، يعني الطرحه بص نفس الاورليه اللي على العبايه. حلو قوي. مفيش حاجه اسمها طرحه ساده ولا طرحه مش، لا لا، نفس الشكل، واخده من العبايه. صح كده، عشان تبقى متناسقه معاك. في حاجه، في موديل تاني زي كده، وفي مقاسات كبيره صح؟ فري سايز، ده فري سايز، مقاس لغايه 130 كيلو، لحد 130 كيلو. حلو ده قوي. ده تاني، ده تحفه، واخد الاورليه بالطول بقى، من الكم لغايه العبايه كلها، لحد نهايه، لغايه العبايه من تحت، العبايه من تحت. حلو قوي. ظهر العبايه اهي، دي كمان فيها اوبشن جميل قوي. دي فيها حزام داخلي برده زي اللي ورتها لك في الملحفه اللي قبليها. حلو قوي. اللي عايز يضيقها هتقدر، واللي عايز يلبسها واسعه هتبقى شكلها حلو جدا. اصلا خليجي،
والاستراس بتاعها شيك جدا. في شكل تاني في الاستراس على اسود بقى، في على اسود ده موديل تاني برضه، دي منها اسود وده موديل تاني برضه، في الوان في نفس اللون وفي الاسود. دي عباره عن كم بحريني مش اللي هي ملحفه الكامله، دي نص ملحفه. بص الشغل بقى التطريز عامل ازاي من ورا، حلو قوي خيال. في حدود كام اسعارها؟ دي بتتباع يعني الزبائن العاديه ب 700 جنيه برضو عليها خصم للزبائن كل المتابعين برضو 20%. حلو قوي قوي قوي، يعني دي عليها كمان يا جماعه خصم 20% برضو لمده اسبوع، برضو لمده اسبوع. حلو قوي قوي، في منها برضو الالوان اوريها لك برضو كلها، شكلها جميل جدا. اللي عايزه الاستراس على اسود موجود، عايزه على سيلفر موجود. في بقى عبايه دي زي الدريس بالظبط، شكل الدريس، شكل الدريس. بص الكم بتاعها عامل ازاي، كم استك، كم استك الموم جميل جدا. وهنا واخد بص عباره عن ادوار ادوار وزي البليسيه كلها وش وظهر، شكلها دي لطيفه بس شبه الدريس بالظبط. حلو قوي، عشان الحبه تلبس دريس على قطيفه ده موجود، والطرحه بتاعتها فيها قطيفه برضو نفس الكلام. دي قطيفه في ايه بقى؟ في قطيفه في شيفون. بصوا ده قطيفه في شيفون، الطرحه بتاعتها قطيفه عشان الطرحه لازم يكون شيفون ونهايتها قطيفه عشان تبقى ماشيه مع الدريس بالظبط كده، هي نفس القطيفه اهي. حلو قوي قوي قوي، ادي القطيفه زي القطيفه بالظبط. دي عايزه تنزلي بيها تخرجي بيها بالزبط. عايزه تستقبلي بيها دي كل حاجه هتمشي، شكلها جميل جدا وشيك واسعار تحفه. 20% لمده اسبوع بس ان شاء الله. بص الملحفه دي حروف، دي ديور برضو نفس الكلام، في منها السيلفر وفي منها الاسود، ودي برضو بتتربط من جوه، دي فيها حزام داخلي برضو. والاستراس ده ما يقعش؟ لا طبعا، ده حاجه اسمها مكبس. دي الاستراس ده بيخش مكبس. ليه بقى؟ في ناس بتعمل الاستراس ده مكوى وعشان تنجز وقتها وتعمل كتير، لا فيقع. انا عندي ابيع قليل بس حاجه مضمونه، حاجه بتروح ما ترجعش تاني، تخش مكبس. الاستراس استحاله يطلع. بس اهم حاجه برضو نصيحتي لاي حد، بلاش غساله، صح يعني على الايد برسيل جل، الحاجه دي تفضل طول عمرها. بصي 5 سنين اكن العبايه لسه جديده زي ما هي، اللون بتاعها مش هيروح. واحنا كمان عملنا لكم فيديو ازاي تحافظوا على العبايات السوداء، هنسيبها لكم على في الكومنت ان شاء الله عشان تتفرجوا عليه وتشوفوه ازاي تحافظي على العبايه السوداء. دي برضو ده حروف تاني، دي جي نفس الكلام برضو، بتربط برضو من جوه بحزام. حلو قوي الشغل، بص تحت اهو طعم في العبايه دي 600 جنيه وعليها برضو خصم 20%. حلو قوي، خصم 20% يعني لمده 600 اسبوع، لمده اسبوع خصم 20% ب 600، وهيعمل لكم عليها خصم 20%. اللي هيجي بعد الاسبوع هترجع لاسعارها العاديه. ودي بص بتاعتها برضو جميله جدا، كل الماركات موجوده في العبايه، جميله قوي شكلها حلو. برضو دي برضو فيها حزام داخلي برضو بتتكسر، كل ورتولك ده فري سايز وفيها حزام داخلي برضو. في عندك كيلفن كلاين برضو، كل الماركات موجوده في بصي تحف بصراحه، كل الكوليكشن جميل ما شاء الله. يعني اللي عندها شنطه كيلفن كلاين، اللي عندها شنطه ديور، اللي عندها شنطه شانل، كل حاجه تمشي مع العبايه. حلو جميل ما شاء الله بتاعكم. كمان عندهم خدمه التوصيل، عندكم كمان توصيل يا استاذ ايهاب صح؟ مظبوط يا فندم مظبوط. خلاص اللي مش قادر يجي المحل احنا بنحاول نصور لكم كل الكوليكشن على قد ما نقدر، ولسه المفاجاه كمان ما جاتش، ده استاذ ايهاب هيوريكم بقيه الحاجات، ولسه في كمان مفاجاه لصفحه انت الاهم. في حاجات زي كده مختلفه خالص، شغل ستايل زي السوري بالظبط، ده شغل عباره عن قرليه مخيط في العبايه. حلو قوي على الكم، وشكل الكم مختلف كمان بالظبط كده، ده في نص الكم بالظبط كده، اللي في النص ده الشغل الكم كده يا جماعه عشان تتخيلوا شكله نازل كده وبعد كده نازل على واسع، واخد كورنيشه بص من هنا تحت الشغل كده. شغل شكل جدا، شكلها جميل جدا جدا جدا، والشغل برده على الظهر نفس الكلام. حلو قوي قوي قوي، وفي زي كده كسر من ورا. حلو قوي، هو ده الشغل الخليجي اللي هو مش التقليدي صح، اللي انت لابسه عبايه لا مش كل الناس لابساها، لا دي حاجه مختلفه، عبايه بشكل مختلف. بص كده لا بصراحه جميله، لا حلوه قوي، لا حلوه قوي. اللون ده تكه فيه جميل. في اللون الثاني بتاعها الاوف وايت،
ده اللون التاني بتاعها تحفه برضو جميل قوي قوي قوي. جميله. بص الكم عامل ازاي؟ لا بصراحه الكم جدا عبايه شكلها شيك، لابسه دريس مش لابسه عبايه. لا بصراحه شكلها رقيق جدا وشيك جدا وخامه يعني. بص الحرير بتاعها كمان عامل ازاي؟ لا بصراحه جميله جدا. انا بشتغل في الحرير الغالي بس حلو قوي 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 ما شاء الله. سواد سواد عندي السواد سواد حلو قوي. وبالطرحه كمان بتاعتها بص بقى الطرحه جميله جدا. بصوا شكل الطرحه بص كمان. كمان لا 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 شيك قوي ورقيقه ونفس الاستراس برضو. حلو قوي قوي قوي. بس تبقى الطرحه ماشيه مع العبايه. ده بالنسبه للعبايه المكسره. بص بقى الاسود بتاعها تحفه. اه شيك جدا. بص عامله ازاي الاسود، حاجه جميله جدا. لا بصراحه شيك جدا وحلو. بس عبايه مش حاجه تقليديه الناس كلها لابساها. بصوا كمان وحتى الماتيريال بتاعها على الحقيقه حلو قوي 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 قوي. بصوا الاستراس، وزي ما استاذ ايهاب قال لكم ان الاستراس ده ما بيقعش. لا ده حاجه واخد داخل مكبس مش لازق بالمكوه، ده مكبس بس مش بيقع بالظبط كده. بص من الظهر عامله ازاي، حلو قوي قوي. ناس بتبقى عايز تلبس استراس بس تخاف ان هو يقع، بس ده يا جماعه ما بيقعش. في بقى حاجه لو حد عنده مناسبه وعايز عبايه سواريه، بدل ما يجيب فستان ولا يجيب دريس بالشيء، لا ياخد عبايه تبقى بتاعته وحاجه ستايل. بصي دي مفاجاه بقى جميله قوي. بص عامله ازاي، بص الكم لوحده اه احسن من دريس واحسن من فساتين والفستان النهارده بالشيء الفلاني. لا انا جايب لك الحاجه عبايه في نفس الوقت تمشي سواريه وبرده خروج في نفس الوقت. بص هنا ده رباط، ده خارجي، ده على العبايه من بره خالص. حلو قوي قوي. ماشي عندك هنا بروش، ده بروش بيتشال وتحط تاني. ده بيتفتح، عايزه تلبسيها بيها عايزه تشيليها بتشيلي بالظبط كده. ودي البيزك من تحت داخلي، دي برده معموله. بص الخامه بتاعتها عامله ازاي، خامه جميله خيال. ويا جماعه عندهم خدمه التوصيل، دي برده شيفون. في ناس برده ممكن تعمل ايه بقى، تلبس دي مره، وفي ناس ممكن تلون تحتيها مثلا حاجه كشمير، حاجه فوشيا، صح، حاجه موف، تبين اللون من تحت زي كده. بص الرمادي باين ازاي، لان هو بص هو ده الرسمه نفسها شفافه على تول كده، ده الرسمه كلها على تول. فممكن تلبسها على لون تاني، وممكن تلبسها على البيزك بتاعتها الاسود، ممكن تلبسها على طقم كمان، تلبس طقم عادي ليجن مثلا بنطلون وقميص، وتلبس عليه برضو ايه تلبسها الخارجيه دي. بس شكله جميل قوي، حاجه اورينتال، حاجه جامده جدا. والكم كمان ده شكل سيلفر، ده السيلفر، وفي الاسود بتاعها كمان، في تطريز الاسود بتاعها، ده الاسود بتاعها. حلو قوي قوي قوي. بص الشيك عامله ازاي، بص لا شيك قوي قوي قوي. بص الكم عامله ازاي، حاجه منتهى الجمال. لا بصراحه والماتيريال بتاعها كمان حلو قوي تحفه برضو. بص التول برضو الاسود، بص لما انت حطي لها لون من تحتها بتبقى عامله ازاي، صح شكلها جميل. بص الجري، بص عامل ازاي تحتها. بصوا اما لو لون فاتح تاني او لون كشمير تبقى جامده جدا، كله هينطقها بالظبط كده. وبرده البيزك من تحتها برده اسود في اسود برده. لا بصراحه جميل جدا جدا. بصي بقى، بص الجمال ده بقى، بص الجمال دي، حاجه على التطريز على الجنبين في اسود، في اسود. بص الكم بتاعها، الكم بتاعها نفس التطريز من هنا ومن هنا. دي الاسعار بتاعتها ايه بقى يا استاذ ايهاب، مثلا في حدود قد ايه؟ دي بيع لاي حد 1200 جنيه 1100 جنيه، خصم 20% برضو للمتابعين لصفحه انت الاهم، برضو لصفحه انت الاهم خصم 20% يا جماعه. بص برضو ده الظهر، يعني الشغل مش قدام بس، قدام وورا. حلو قوي قوي قوي. بص التطريز عامل ازاي، بص لا ما شاء الله بجد جميله. بص السواد، بص الاسترس بيلمع ازاي. لا حلو جدا، كريستال مش فصوص. بص عامله ازاي، بجد على الحقيقه جميله، والماتيريال بتاعها تحفه. خصم 20% لمده اسبوع بس، لمده اسبوع. بصوا بقى لا بص جميله بقى، رقه بقى، بص الرقه، بص دي الكسر على الكتف من فوق. لا بصراحه واخده من قدام ومن على الظهر. بص الكم عامل ازاي، وعندك نفس الكسر فيها استرس، كل خط فيها الاسترس بتاعها، والاسترس بص شكله حلو قوي من قدام، خطين بس وخطين من الظهر، حلو قوي قوي قوي. وخامتها تحفه، وعندك الطرحه برضو بتاعتها، دي شياكتها في رقتها، يعني هي رقيقه جدا. وادي الطرحه نفس الاسترس بتاع العبايه، حلو قوي 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 قوي. خصم لمده اسبوع 20% بس لصفحه انت الاهم. في حاجه رقيقه جدا زي كده، دي بقى اللي عايزه حاجه سيمبل وعايزه حاجه ساده في نفس الوقت، فيها تطريز بسيط جدا اللي هو على الكم بس. بص الكم فيها عامل كارنيش زي كده، دي على كتف من فوق،
وعندك بص الكم واخد كسره زي كلونه. في كلونه في الكم اهي نازله لتحت بنفس التطريز اللي على الكتف. حلو قوي قوي قوي. وعندك بص نفس الكلونه على الظهر. لا بصراحه شيكو جميل. وكمان اما تشوف الماتيريال بتاعها تلاقوا الاسود اسود يعني. والعبايه بص بقى الميزه بقى نازله ايه كلوش نازله من ضيق على واسع. بص عامله ازاي العبايه. اه حلو قوي. يعني نازله من فوق مظبوط وبعد كده واسع بتتكسب على واسع. حلو قوي. يعني شكل كمان العبايات مش تقليديه زي ما انتم متخيلين. ده شكلها شيك جدا يعني اشكال مختلفه. تحبوا شكل العبايات في زيها بالظبط بس بدل ما هي كلونه بالطول دي كلونه بالعرض. يلا يا جماعه كل سنه وانتم طيبين ورمضان داخل علينا ان شاء الله. اللي عايزين يجيبوا عبايات باشكال مختلفه واشكال جديده هتلاقوها هنا. احنا صورنا لكم دخله المحل وهنحط لكم ارقام التليفونات والعنوان وهنخلي كمان استاذ ايهاب يقول لكم على العنوان. وكمان عندهم خدمه التوصيل. حاولوا تستفيدوا في الاسبوع بتاع الخصم 20% لصفحه انت الاهم. بص بقى الجمال كله بقى. بص الروقان. بص الشياكه. بص الموديل عامل ازاي. اهو رقيق جدا. وهنا مقفول. هنا مقفول عشان على قد الكم. اهو الكم. وبعد كده هي ده شكل حركه كده هنا. بص الكسر اللي على الكتف دي من فوق. اه جميل. دي في اللبس حاجه منتهى الجمال. دي كده اهو اهي فيها كل كسره فيها الاستراس بتاعها. الاستراس بتاعها داخلي كمان قدام وورا. ادي الكتف برده من الظهر كده. اه هتلاقوا نفس الكلام. احنا بنحاول نبين لهم. ايوه الكسر كده بانت بالاستراس جميله. تمام. بص بقى الكلونه دي عامله ازاي. بص الشياكه دي كلونه. من الظهر لغايه تحت خالص لغايه الديل. اه حلو قوي قوي قوي. مش استراس لوحدي. اه كلونه ونهايتها استراس بالظبط كده. والخط ده نازل خط مقفول وبعد كده بعد كده مفتوحه بالظبط كده. بس من ورا مقفوله كمان بالشكل ده. بصوا يعني هنا دي ظهرها دي مقفوله مقفوله. الكلونه دي بتحسسك ان انت لابسه عبايه ليها تلبيسه حاجه بالظبط كده. بس هي نفس الحركه واحده بالظبط كده. في من قدام بص خطين استراس برده مطعمين برده نفس الكلام بالطول برده واخدين اورليه برده واخدين الاستراس عليها لغايه العبايه من تحت خالص. لا بصراحه جميله ما شاء الله. هي حاجات رقيقه جدا جدا. حتى الاستراس مدي للعبايه شياكه كده حاجه بسيطه قوي سامبل. بصوا هتلاقوا فيها هي خطين مع شكل بسيط ونهايه الكم. بس هو دي الشياكه في العبايه بصراحه شكلها جميل. وفي نهايه الكم يعني في النهايه بتاعه الكم هتلاقوا فيها الاستراس وفي الجزء اللي فوق من الكم. لا بصراحه جميله قوي قوي. حاجه شيكه وسمبل وحاجه خصم 20% لمده اسبوع. بص بقى بص الكافيه بتاعها بقى. بص الجمال. بص الكافيه عامله الاولانيه اللي الاسود فيها ده الكافيه. بص بص دي الكافيه بتاعها. برده الاورليه بس هو اللي متلون المدار اللون بتاعه. الاستراس اسود اساسي ثابت صح. وادي برده نفس الخطين برده اللي قدام برده كافيه. حلو قوي قوي قوي. انت كمان في اللبس دي حاجه ثانيه. بصوا الكورونا شكلها حلو ازاي في الكافيه. لا رقيقه قوي بصراحه باينه قوي في الكافيه كمان. بصراحه شيء. بص والكم نفس الحكايه. الكسر برده اهي نفس الكسر. نفس الكسر وفيها استراس اسود خفيف قوي 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 بصراحه جميله. نفس برده عليها نفس الكافيه برده. عشان برده يبقى الطرحه ماشيه مع العبايه. حلو قوي. الطرحه بتاعتها كمان بالطرحه بتاعتها. خصم 20% لمده اسبوع. لمده اسبوع هترجع اسعارها يا جماعه عشان احنا نبهنا اكتر من مره ان الخصم لمده اسبوع عشان بعد الاسبوع هيرجع عادي الاسعار العاديه. بص بقى بص الجديد. بس الجديد هنا عندنا ومش هتلاقي حد زينا صح. بص بقى الكم ده حاجه. بصي هتشوفها في مسلسلات رمضان بس. ايوه الفنانات والكلام ده بس مش هتلاقي الكلام ده بره في الشارع. فنانات هيلبسوها يعني. عايزين تشوفوا الحاجه دي هتشوفوها في التلفزيون بس مش هتشوفوها عند حد تاني صح. بص الكم عامل ازاي. عمرك شفت عبايه بالطريقه دي ولا بالشكل ده؟ لا بصراحة جميلة. بص بقى شكل الكم هنا. بص الجمال. لا بصراحة بيوريكوا كل ستايل. بصوا هنا اهي دي كده كسر من النص. دي كسر بس من الظهر فقط لا غير. ايوه صح. بتاخد شكل كده الظهر كله بالطول بتبقى شيك جدا. وهنا على الكم من فوق. بصوا الشكل اهو ده كده بالاستراس. بصوا الكم عامل ازاي؟ بصراحة جميل. كم بحريني تحفة. وفي نفس الوقت بصي بصوا ده دخمته ايه بقى يا استاذ ايهاب. ده حرير. ده حرير. بصوا انضف حرير بيتعمل فيه بجد. بصوا الخامه ما شاء الله جميله. لا بترخ لوحدها. بص الخامه اللي هي بترخ دي صح. لا بجد جميله. ونفس الوقت الكم بصي واسع. بس فيه ايه بقى
بص هنا في متخيط على قد الايد بالظبط هنا. ومن هنا بس واسع عشان الحركه بتاعه شكل الكم يبان بالظبط كده. استنوا كده اهو ده شكل بحب الحاجات الخليجي. كده بصوا شكلها عامل ازاي. انا بحاول اوريكم شكلها عشان لكل الحركه في الكم. بص الجمال بجد شكلها جميل ورقيق قوي. الخامه برضو بصي الخامه اللي هي بترخ الواحد. بص الحرير بيبان من لا باين. والاسود بتاعها كمان شكله جميل جدا ما شاء الله. بصوا الاسود بتاعه بلاك اسود. ده حقيقي. في بقى الاسود بتاعها برضو ده كافيه. في الاسود بتاعها اسود في اسود دي بقى. اللي مش عايزين كافيه هيبقى بص الجمال هنا بقى. هي بس اسود. بص الجمال ده اسود في اسود كله. الاورلي اسود والاستراس اسود برضو. جميل قوي قوي بصراحه. بص البنس اللي ورا دي عامله ازاي. شكلها تحفه في اللبس. شكلها رقيق قوي وشيك قوي برضو. دي هنا الاستراس برضو نفس الاسود. التانيه كافيه ده اسود في اسود برضو. ادي بي اهي وادي الاستراس الاسود زيها. حلو قوي قوي قوي. الحبه الاستراس على اسود موجود برضو وعلى كافيه برضو نازله على قفازيه. العبايه من ضيق على واسع. على واسع يعني تاخد شكل الجسم وتنزل على واسع. والكم كل الحركه في الكم والشكل كله في الكم بالظبط. شكله جميل قوي. وهتلاقي يا جماعه جميع المقاسات. في حاجه زي كده دي حاجه ستايل لسه نازل جديد. دي ولا هي عبايه ولا هي ملحفه. دي حاجه اسمها كان. بمعنى ممكن تتلبس تحتيها اي حاجه لان هنا في الجنب بتاعها معمول كله تول شفاف. بص كده لو بصيتي على ايدي كده هنا ده شفاف بالاستراس. ده بتلبس تحتيه اي ده حرير على شيفون على تول. حرير والتول متطرز كله حرير على تول بالظبط كده. حلو قوي قوي. الجنبين دول بص والجنب نازل على واسع. بص الاستراس عامل ازاي. حلو قوي. ده كل ده استراس وش وظهر. ده الجنبين. وادي بص الكم بيطلع من هنا. طبعا بتلبس تحتيه اي حاجه. ان كان طقم ان كان عبايه ان كان اي حاجه ملونه او اسود. والكم بيطلع من هنا. ده الايد بتاعته عباره عن ايه. ده اسمه كاب. بصراحه جميل قوي وشكله جديد منتهى الجمال. شكله جديد قوي قوي قوي. دي حاجه ستايل جديد خالص بره العبايه خالص يعني. ولا هي عبايه ولا ملحفه. افرد هقول لهم ايوه كده عشان يشوفوه يتخيلوا شكله. بص عامل ازاي. بصراحه جميل قوي قوي. والتول جاي من يعني من فوق ضيق على واسع. من هنا نازل مظبوط على بصوا تحت لحد كل ده تول شفاف. كل ده تطريز كل والدين. ده الاستراس فيه على اسود شكله شيك جدا. في منه حاجه تانية الوان هوريها لك برده حاجه جميله. ماشي اوكي. ده اللي هما حابين الاسود في اسود. في حاجه الوان تانية بقى مختلفه خالص كلون يعني لو حابين الاسود هو ده بقى باشكال كتيره. بص بقى الشكل ده. ده كاب برده. بس ده خامه تانية خالص. ده الحرير المكسر او الحرير المكسر. ايوه صح خلاص هما عرفوا بقى معانا. المفروض يبقوا عرفوا كده احنا بالظبط كده. صح. ده اللي في النص حرير واللي بره ده الجري ده اسمه حرير اللي هو الحرير المغسول الجديد. جميل. تطريز على الصدر نفس التطريز على الظهر برضه. ده اللي حابين شكل اللي يبقى فيه الوان. اللي مش حابين اسود في اسود ده كاب بقى الوان. كاب الوان. ده الجري بتاعه وده الكافيه. وعندك الكافيه. بصوا كمان الكافيه شكله جميل جدا ان هو التطريز بتاعه الاستراس بتاعه مدي على ذهبي عشان يمشي مع الكافيه. على الكافيه. وادي الظهر نفس الكلام. لا بصراحه شيك قوي قوي قوي. حاجه منتهى الجمال. خصم 20%. اللي ما سمعش الفيديو من اوله احنا استاذ ايهاب عامل لكل متابعين صفحه انت الاهم خصم 20% لمده اسبوع. خصم 20% عشان اللي ما شافش الفيديو من الاول. عامل خصم لمده اسبوع. الاسعار هترجع تاني بعد الاسبوع. عنده خدمة توصيل وهنقول لكم. احنا قلنا العنوان في اول الفيديو هنقوله كمان. استاذ ايهاب هيقول لكم في اخر الفيديو برضو العنوان عشان تعرفوا توصلوا بسهولة. دي عندي حاجة برضو. ده كاب. ده سوري. جميل جدا. كتير سألونا عليه. ده حاجة بقى ايه بقى سوري. في نفس الوقت استقبال. نفس الوقت لو حد عنده اسبوع مثلا حد عنده مثلا تمجيد. دي حاجة منتهى الجمال. حاجة سوري ومختلفة وشياكة مش حاجة تقليدية. صح. عندك بص ده الخارجي. اللي جوه بقى بص فيها ميزة ان هي ايه بكم مش كات. جميلة قوي. وده حزام خارجي. عايزة تلبسها لوحدها اوكي. عايزة تلبسيها معاها. التطريزة اللي في البيزك من جوه نفس لون العباية ونفس تطريز العباية. حلو قوي قوي قوي. بص الجمال. وفيها كده كمان على نهاية الكم. بصوا نهاية الكم ايه يعني. هو ده كده على الكم.
بالشكل ده وشكل الحزام. بص البيزك عليه نفس التطريزه بتاعت الكاب، شكله جميل نفس اللون ونفس واللون كده مبهج وجميل جدا، والوان كمان مختلفه. ده كمان في كام لون تاني كمان اهرم لك جمال جدا. ده لون ده اسمه منت جرين، ما طبعا الناس كلها عارفه. بصوا بقى يا جماعه، هو شكل الكاب والكم كمان بيطلع من هنا بالظبط كده. بصوا بقى عشان تبقوا متخيلين الشكل كمان على الطبيعه. يعني بصوا الكم كده، ايوه تمام، حلو قوي قوي. بصوا ده الكم كده برده، الكم فيه برده ذهبي في الاخر، شكله حلو قوي قوي قوي. ده لون وده فري سايز برضو يا استاذ ايهاب. ده فري سايز. بص البلو بقى بتاعه جميل جدا. بص شكله حلو قوي جدا. برضو نفس الكلام، الكم عليه برضو نفس الكلام. لا بصراحه الكلام. كمان الكحلي روعه. بص بص تطريز كمان شكله عامل ازاي، فينش تطريز خامه، حاجه فوق الخيال، جميل قوي قوي قوي. وكمان ده كله ده يدوي، يعني كله ده متخيط، كل ده بالخياطه هاند ميد. ده هاند ميد، كل ده يا جماعه هاند ميد، يعني الذهب تطريز والشغل اللي دوت اللي فوق منه ده كله هاند ميد. بصراحه شكله جميل. بص جدا. بص بيلمع ازاي، حاجه شياكه وحاجه منتهى الجمال منتهى الشياكه. بصوا برده موجود في الحزام، يعني هو الحزام مطقم مع الشكل ده، نفس اللون نفس التطريز، كل ده هاند ميد. عشان لو انتوا خايفين على الشكل التطريز ان هو يقع او اي حاجه، هو مش هيقع. في ده الاسود ولا ده ايه كمان؟ في ده زيتي، في اسود، في منه حاجه ثانيه اسود هوريهولك برضه. حلو، ده شكل تاني. دي رسمه ثانيه وشكل ده تاني. اللي هو مدي على ورق الشجر كده، ورق شجر مظبوط، حلو قوي. وده الاستراس ده تاني، ده شكل مختلف، ده اللون الزيتي. الكلام فيها برضه نفس التطريزه من اللي برضه بالحزام بالبيزك بتاعه. حلو قوي قوي. عايزه تلبسيه لوحده، عايزه تلبسي الكاب فوقيه. بصي الظهر بتاعه، بصي الظهر عامل ازاي، شغله كله بيبقى لافف كده على الظهر، شكله شيك جدا، حلو قوي. بص عامل ازاي. ده لون بنفس التطريز، في برده اللون اللي هو البترولي جامد جدا برده. شكله جميل حقيقي. ده البترولي برده نفس الكم برده عليه التطريزه ذهبي، وبرده الحزام بتاعه برده، الحزام برده نفس التطريز العبايه. وادي بص ان الظهر عامل ازاي، منتهى الشياكه. في كمان عندهم خدمه التوصيل، في شكل ثالث ليهم زي كده. هنحط لكم الارقام والعنوان كمان عشان تعرفوا توصلوا بسهوله. ده لون النبيتي، ده حاجه جديده برضو نفس الكلام. عندنا حلو ده قوي قوي. ده الحزام بتاعه رقيق بقى خالص، ماشي مع الكم. مع الكم، ايوه هو بالظبط مع الكم اهو بالظبط، نفس اللون اهو. حلو قوي قوي. عايزه تلبسيها لوحدها لان هو بكم كمان، عايزه تلبسيها فوقيها الكاب، هيبقى جميل قوي قوي قوي. احنا لازم نبقى متميزين برضو بحاجه، عشان مش معلش لو يعني عندي كل الشغل بتاعي موجود في كل حته، انا كده مفيش تمييز ومفيش حاجه جديده. صح، انا لازم اجيب حاجه جديده للمكان بتاعي عشان العملاء بتاعتنا تبقوا مميزين. كذا حد يقول لي انا بلبس الحاجه بصراحه من عندك مش بيلاقيها في حته ثانيه، وده اللي بيخليني اجي لك من اخر الدنيا. صح، انا بفضل الله بيسيبوا الشارع كله بيخش عندي، ليه؟ بيلاقوا حته مميزه مش موجوده هنا ولا هنا. واستاذ ايهاب عامل لكم خصم 20% لمده اسبوع، الحقوا العرض. هنحط لكم ارقام التليفونات، وكمان استاذ ايهاب هيقول لكم على العنوان. هنيجي بقى للمفاجاه بتاعه الفيديو اللي استاذ ايهاب محضرها لكم. قول لهم بقى على العرض بتاع الشيلان اللي هم سالونا عليها كتير 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 باشكال كتيره. هتعمل بقى ايه بقى ليهم عرض؟ هينزل من كام لكام؟ من 750 350، مش هقول 330 ولا 320، تمام، ومش هقول 300 ولا 290 كام بقى؟ 280 280 لكل متابعين الصفحه. بالظبط، لكل متابعين الصفحه 280 لمده اسبوع بس. هترجع هيرجع تاني بعد الاسبوع 350 بالسعر العادي. مش الحاجه دي مش هتلاقوها تاني، السعر مش هتلاقوه تاني. 280 بس لمده اسبوع، عشان ما حدش يجي يزعل بعد الاسبوع يرجع 350. احنا نبهنا من اول الفيديو لحد اخره لمده اسبوع كمان بس. كمان في مفاجاه كمان، شيلان لسه نازله النهارده حالا. بصوا اهي الشيلان لسه جديده، ما حدش شافها ولا حد خدها اهي. بصوا شيلان اهو لسه، بصوا ما شاء الله عندهم كوليكشن كبير جدا 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 جدا. هنفتح لكم كذا حاجه. الناس اللي كانت بتسال على الكف موجود، عشان في ناس سالونا في الكومنت على الشيلان الكف، هتلاقوها كمان فيها الاستراس الاحمر. بصوا الشكل الجديد ده روعه، لو ده الكف الجديد بقى. بصوا بقى الشكل الشيك بقى، جميل جميل جميل. لا بصراحه تحفه. ده يا جماعه
بصوا بيدي الإضاءة يعني مع اللبس هيدي. تمام. ده حلو قوي الشكل اللي فيه الكف. بص بقى الرسمه الثانيه، هوريك شويه رسومات دي يا جماعه لسه نازله جديده، حتى هتبصوا اهو في الكيس بتاعها دي الستايل الجديد ده، تصويره لسه ما يعني لسه ما صورناهوش. ده عرض، هيبقى عرض للصفحه 280 من 150 متابعين انت الاهم، اهم حاجه من متابعين انت الاهم، هيجوا يقولوا احنا تبع صفحه انت الاهم هياخدوا عرض الشيلان. عشان ما قلتيش كده مش هديكي خالص. ايوه ده حقيقي لمده اسبوع بس. بصوا يا جماعه الاسترس، بصوا جميل جدا. ده خامته ايه بس عشان لو الناس مش ده قطيفه يا جماعه عشان تبقوا عارفين. الشال القطيفه النازل الجديد اللي بيتباع بره ب 600 و650 و700 جنيه، الشالات دي تتباع بره وقسما بالله بارقام. انا عارفه صح على الفيسبوك. ده حقيقي. بص يا باشا والحمد لله خامه، تلاقيش خامه تقيله عشان ده قطيفة. بصوا اهو دي قطيفه، بصوا كمان الفينش بتاعه تحفه. يا باشا بص الفينش بتاعه ده فلفي، ده شغل كده كله كلفه ذات نفسها. والستراس عمره ما هيقع، مش شغل الماس. بصوا عنده ما شاء الله كوليكشن كبير وكتير جدا، بس ده خصم لمده اسبوع 280 جنيه من 350، يعني الشال ده بعد الاسبوع هيرجع ب 350. بصوا الاستراس بتاعه، رسمه الفريزاتشي كمان جميل جدا جدا جدا، حلو قوي قوي قوي. بصوا الاستراس على الحقيقه كمان حلو قوي قوي قوي، هينزل من 350 ل 280 بس. بصوا بقى الشكل الشيك جدا، تحفه. عايزه تلبسيه على سواريه، عايزه تلبسيه لوحده، على لبس عادي خالص، لبس عادي كده سامبل وتلبسي عليه الشال اي مناسبه اي خروجه اي حاجه نفسك فيها، هيبقى شكله جميل جدا ورقيق قوي. بسيطه قوي عشان برضو في ناس حبايبنا بيقول لك احنا عايزين حاجه بسيطه على الشال، عايزين رسمه سيمبل الكلام ده. هيبقى الاستراس اسود، عايزه الاستراس فيه الوان موجود، عايزه اسود هتلاقيه موجود كمان. بصوا الاستراس بتاعه ده، شال ب 350 لمتابعين صفحه انت الاهم هياخدوه ب 280 بس، خصم 20%. بصوا ده الاستراس اسود، على ده اسود في سيلفر صح؟ ده اسود اهو، اللي اسمه الاوكسيد اللي هو اللون الهادي المطفي، مش السيلفر لا مش الجامد السيلفر ده، ده عادي. ده بقى بيدي كذا لون التيف، ده كذا لون، ده بقى سيلفر غامق اللي هو اسمه الاوكسيد، ده اسود على الاوكسيد اللي هو الاوكسيد الغامق صح. جميل قوي قوي قوي. ده اللي عايز حاجه التطريز الاستراس بتاعه اسود موجود، في منه سوس اسود برضه لو حد حابب عايز حاجه سوس. بصوا الاشكال اهي كمان برضه، اشكال ثانيه كتيره جدا، وفي شكل الطاووس. بصوا بحاول برضه اجيب لكم شكل الطاووس ده كمان موجود، شكله شيك قوي، وفي شكل طاووس، في شكل طاووس صغير وفي شكل كبير، ده شكله جميل جدا ورقيق جدا. بص الرسم ده افرد عليك بقى وتفرج على ايه. حلو قوي 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 قوي، دي رقيقه جدا جدا، ده اسود في سيلفر. بصوا شايفه الرسمه عامله ازاي، كل ده شال قطيفه تقيل جدا وبيدفي منه شكل، وكمان بيدفي الاثنين، يعني بتلبسي حاجه شكلها شيك وفي نفس الوقت بيدفي. عايزين حاجه بقى فيها الوان عشان اللي بيحب برضو الالوان يشوف الالوان. جبنا الكف، جبنا الحاجات اللي فيها تطريز في نهاية بس، في ده في نهاية بس الشال، في حاجات بس سامبل في نهاية الشال برضو. في اشكال بقى، بص بقى دي بقى، بص الحلاوة دي، جميلة، شكلها تحفة. استنوا عايزة شايفة الشال من بعيد بيعمل ايه، بصوا من قريب شكله عامل ازاي، بصوا بقى شكله من بعيد. بصوا من بعيد عايز تتفرج على الشال الجميل ده، بص حقيقي تحفة. ده كده مدي شكل التاج، شكله حلو قوي قوي قوي. ده
بلقى الاشكال تاني كتير عنده ما شاء الله. بصوا الكيس ده، وريهم بس الكيس عشان هما بيخافوا. بصوا بصوا بالاشكال يا جماعه، فما تقلقوش هتلاقوا الكميه، عشان ده كميه لمده اسبوع بس. بصوا برضو عندي في المخزن جوه، بصوا ما شاء الله، لان هم ده المصنع بتاعهم، وهم ده كده بس شويه حاجات كده، ايه ترابيزه صغيره دول يعني. اه ما شاء الله عندهم كوليكشن كبير جدا جدا جدا. المخزن جوه ما شاء الله حاجات ايه، هنوريكم كل الشيلان دي. مفاجاه الفيديو من 350 هيبقى ب 280 لمدة اسبوع بس لكل متابعين صفحة انت الاهم. متلاقيش والله، هتيجي هتلاقي الشيلان موجودة بكمية متوفر عندي، كل يوم بينزل لي 250. وعنده كمان خدمة التوصيل، هتقدري متاح برضو. بصوا الشكل ده كمان على رسمة الفريزاتش الكبيرة دي، جميلة. اه حلو قوي 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 قوي. العرض لمدة اسبوع، لمدة اسبوع بس. اه عايزين خمسة. لا ده احنا بقى جايبين لهم حاجة حلوة. ها العين. ايه بقى؟ العين بقى. اوه العين. يلا اللي بتخاف من العين، بص عيون 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 عيون. شكلها جميلة جدا جدا جدا. معايا رسمة العين بقى. اه بصراحة تحفة. هلف الشال يبقى رسمة العين بقى كده كله كده من على الجنب من هنا. اه بصوا من نهاية الشال كله. طب ممكن بقى توريه لهم كده مفروض عشان يتخيلوا الشكل. انا عايزك بصي اتفرجي كده على الشال ده عليكي كده. ايوه اعمله لهم كده. بص مثلا الشال بيتلبس اهو، اتفرجي كده على الشال اهو، بصي بصوا شكله. شايف الشال عامل ازاي؟ لا جميل قوي ورقيق قوي قوي قوي. بصوا بقى من قريب كمان عشان تتخيلوا الشكل. الاستراس ده مدي على كذا لون. وبرده لو في حد برده بيحب الشال اسود في اسود هيلاقيه موجود، يعني لو انتوا عايزين الاستراس اسود هتلاقوه موجود. بس بصراحه على العين هيبقى شكله كمان جميل قوي بصراحه. حته اسود في اسود برده عشان يشوفوه. يلا عشان برده ما قلتليش انت ما عندكش، بتقولوا خلاص. ده انا لا عنده كمان الاستراس الاسود. اه جميل قوي قوي تحفه. اللي عايزه الاستراس الاسود هتلاقيه موجود، عايزاه في سيلفر موجود، هتلاقي الوان. الحقوا العرض 200. يعني الناس النقاب اللي تلبس النقابات والكلام ده تبقى نفسها تلبس الشال، بس تقول لك ده خلاص والوان والكلام ده. لا صح. انا هعمل لك منه اسود في اسود عشان لو انتوا حابين تلبسوا. لو في واحده حد لابس نقاب وعايز يلبس بس حاجه فيها استراس خفيف تمام، رايحه مناسبه رايحه فرح رايحه قاعة الكلام دوت هتلبسه، هيبقى شكله حلو جدا ورقيق قوي 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 قوي. ما شاء الله عنده كوليكشن كبير جدا جدا جدا. الحقوا يا جماعه لمده اسبوع، لمده اسبوع خصم هيبقى 280. بعد الاسبوع هيرجع بسعره العادي 350. بصوا على الحته دي ورد بقى. اه ما شاء الله ده ديور. اه حلو قوي قوي قوي، ده كله قطيفه. يعني عندي حاجات كتير. عايزينك بقى عشان هما بيسالونا على العنوان، اسهل حاجه يقدروا يوصلوا فيها ازاي. لو هتيجي مترو هينزلوا مترو، هتنزلي محطه مترو وسط البلد تمام، هتعدي الناحيه الثانيه هتركبي من العربيه اول الكوبري كده تلاقي عربيات مكتوبه الغوريه، هتركبيها هتنزلي من عند الغوريه باب الغوريه ذات نفسه الرئيسي، هتخش هتمشي فيه زي ما انت كده على طول، هتلاقي اول حاره قبلك شمال على مسيتها الحاج بتاع الترابيش، هتلاقي كده محل الترابيش ده مشهور قوي تمام. هتخش الحاره، اول ما تخش الحاره قدام شويه كده هتلاقي مطحنه بن الغوريه دي مشهوره قوي، هتسيبيها تطولي قدام شويه في المحل اهاب البن بتاع العبايات. حلو قوي. بص يا هاب البوب، انت لو وقفت على باب الغريه قلت في المحل هاب البوب هقول لك اتفضلي تعالي خش يا باشا هنوصلك، هتلاقي في ناس بتوصلك، هتلاقي في ناس تقول لك امشي قدام شويه ايدك الشمال هتمشي. وكمان هنحط لكم العنوان وارقام التليفونات، وانت في الطريق اي حاجه عايزه توصلي، في حاجه ما عرفتيش توصلي العنوان كلميهم وهم هيقدروا. بس انت انا واقفه في الحته الفلانيه هيقدر يوصف لك الطريق بسهوله جدا جدا. ولو حد مثلا جه بره على باب الشارع الغوريه يتصل عليا مؤمن، انا واقف بره على باب الغوريه ممكن تطلع خدني من هنا الاثنين، هطلع اخد حضرتك وهدخلك المحل عندي
وعندهم كمان خدمة التوصيل. عايزين تيجوا المحل هتشوفوا حاجات ما شاء الله كتيرة جدا جدا جدا. خلي بالكم ده في مفاجأة كمان جامدة قوي 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 قوي. المفاجأة دي انا عاملها بس ده عرض، ده اللي كنتوا انتظروني بأمر الله الجمعة اللي بعد الجاية ان شاء الله بأمر الله افتح المحل التاني ان شاء الله. دي بقى حاجات بقى تبقى في بأمر الله استاذة. بص بقى حاجات تحف، شغل هاند ميد، شغل اهرامات، بصي حاجات تحف ان شاء الله. وتعمل لهم برضو عروض. انا بأمر الله مش عايز اقولك الجمعة اللي بعد الجاية اللي هيجي الافتتاح، اللي هيجي الافتتاح هيحط احلى خصم فوق ما تتخيل ان شاء الله باذن يعني الله. يعني ولا 10% ولا 20%، انت ممكن تاخد الخصم 40%. يعني انا هعمل لك خصم فوق ما تتخيل. انا ساعة الافتتاح دوت انا هخسر، بس مش هخسر لحد غريب، انا هخسر لحبايبنا ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وانتظرونا في فيديوهات كتيره وريفيوهات كتيره في كل المحلات الجميله زي محل استاذ مؤمن. ان شاء الله. ميرسي جدا ليك برضو. يعني انا والاستاذ ايهاب، يعني انت لو دخلت وانتظرونا في فيديوهات كتيره الاهم.